عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنقدم لكم بسيطلات صغار بالحوت، طريقة سهلة جد بسيطة ومكونات بسيطة، أتمنى تعجبكم. شوفوا هنا أنا حليتها، حليت لكم واحدة باش تشوفوها، كتجي من الداخل معمرة وشهية وبنينة. اللي عزيز عليه اللون يقدر يضيف الملون والتحميرة، أنا مكتعجبنيش، أنا كنفضل غير الخرقوم بلدي، والتحميرة حتى هي ما كيعجبنيش المذاق ديالها. نتوما حرين الاختيار ديالكم، المهم كتجي زوينه بنينه. سمعوا القرمشه ديالها، يلا نمشيو دابا نشوفوا المقادير طريقه التحضير. بسم الله نبداو على بركه الله. عندنا هنايا شعريه صينيه فيرميسي، عندنا هنايا 100 غرام ديال الشعريه الصينيه، وعندنا هنا الزبده معلقه كبيره تاع الزبده نسجوها باش نشحروا بها، عندنا هنا الفرماج حمر محكوك على حسب الرغبه، وبالافضل يكون زوين كيجي واحد المذاق زوين يخلي هذيك المره تكون متماسكه. عندنا هنايا الربيع ومعدنوس مقطعين، عندنا هنايا 5 فصوص ديال الثوم، عندنا هنايا الحامض مصير، نص حامض مصيره قطع رقيق، عندنا هنا بصله صغيره مشلضه رقيقه، عندنا هنا هذا الفلفل تقدروا ديروا الميرلون بحال مقطعين جوج نقي مقطع قرف صغار، عندنا هنا 250 غرام ديال كروفيت نقي كتشوفوا، عندنا هنا التوابل اللي غنستعملوا، هنايا عندنا الخرقوم سكنجبير، عندنا البزار شويه الملحه، عندنا ضمات الحوت، عندنا شويه تاو داك الاعشاب المنسمه شويه داك الازير والزعتر، عندنا هنايا السودانيه الحاره تقدر تستعملو الهريسه سكنجبير، عندنا هنايا علبه ديال الشامبينيون صغيره مقطعه تقدروا تستعملو هذاك الجاف، هنا عندنا 3 المعالق ديال السوجا لايت الخفيفة، إذا كانت عندكم الأخرى تقدروا ديرو غير جوج، عندنا هنايا كاس مخلط من سيترونية وبلدية، وعندي داك القشور تاع الكروفيت شديتهم ودرتهم يتسلقو مع سلقتهم مع التومة، رويز ديال التومة كيما كتشوفو، غادي نخوي الما ديالهم على هاد الفيرميسيل. كما شفتو هنايا خويت الما ديال اللي سلقت فيه الكروفيت خويتو على الفيرميسيل، ونخليها واحد شويه ترطب، غناخد واحد الاناء غادي نوضعو فيه هاد التوابل كلهم، كتشوفو كلشي هادو غن وهاديك كنورة تاع السمك، تقدرو تضيفو حتى العطرية تاع بسطيلة السمك راه كتكون كتباع، أنا مستعملتهاش من متوفراش عندي مستعملتهاش، أنا غادي نضيفو شوية زيت ونقوم بخلط هاد المكونات كلهم. تقدروا تضيفوا حتى ديك البابريكا التحميره حلو، انا ما كتعجبنيش واحد الذوق ديالو تعجبنيش نديرها في الاكل، تقدروا كذلك تستعملوا الفلفله حمراء حلوه قطع الخضره حمراء ماشي الخضراء، الخضراء ما كتجي زوينه في مع البسطيله، الاحسن الحمراء كتجي زوينه حتى من اللون كيجي زوين. هنا كما كتشوفوا غادي كيما قلنا درت فيها سيترونية، درت فيها الزبدة، ودرت فيها داك الحوت ديال الفرخ،
نسوطيه شويه في الزبده، هذا نقدر نضيفوا الخليط ديالنا. انا غادي ندي هذا فوق البطاط تصوطا، هنا كتشوفوا ناخذ بقله اخرى نضيف هذاك الشيء اللي بقى لنا من الزيت، نضيفوا ليه الزبده ونديرو يسخن ونضيفو ليه هاد البصلة، نضيفو البصلة نخليوها تتشحر مزيان طيح، هذا نضيفو ليها الشامبينيون. هنايا البصلة ديالي تشحرات، أنا غادي نضيف ليها الشامبينيون. هذا الفرق ديالنا كما شفت كما درنا في الدوز دي، غادي نضيف ليها شوية الدوزة عاوتاني هنايا البصلة هي وهداك الشامبينيون تاني تحفو، غادي نضيف ليهم الشرمولة، كيما كتشوفو عندنا هنايا هادي تسليها الشرمولة شويه هنا الطنجة، كما كتشوفو هنا غادي نضيف الفيرميسيل وهاديك شوية الشامولة لي بقات نخلطها معاها، نحركوها كما كتشوفو هاديك الفيرميسيل صفيتها من هداك الما لي كنديرها فيه، قطعتها بالمقص مزيان. دابا غادي نضيفها لهداك لاص هداك الخليط اللي فيه الكروفيت وفيه السلام شوفوا كما كتشوفو هاد التوليك، نحركو مزيان باش هاديك الفيرميسيل داك الما اللي فيها ينشف، مبقاش فيه الما بزاف، أنا صفيتها وممكن نعاود نشفوها تاني شوية هنا لأن هداك الما إلا بقى كيقطع لينا الورقة. انا هنا بعد ما شحرت شويه نشوف غادي نضيف ليه هذاك اللي شحرنا قبيله في قلب بوحدو مع الشاموله ديالو ولا الصوجا، هنا راه تشحر وطاب بوحدو مزيان، هذا غنضيفو ليهم دابا. كما كتشوفوا هنا انا طفيت عليه بعد ما ضفت ليه هذاك الحوض الاخر، شفتوا غنديرو في شي جبانه بشي بيض. دابا غنضيفو ليه هداك الجبن المحكوك نخلطوه معاه باش يتساجم ويدوب فيه، ونتلاقاو كيما قلنا في الدريساج باش نعمرو الورقات بسيطلات ديالنا الصغار. الورقة ديالنا غادي ندهنوها بواحد شوية الزيت مقويش بزاف، غنحطها في المول ولا القالب اللي غنخدمو بيه،
نجيب واحد القفعة تاني وبنقلبو عليها بنتبعو المول باش نحافظو على نفس الشكل كيما بغينا. نبقاو كيما قلت عليك الحليب حنا كنجمعو فيهم. ديرهم نتوما على حسب قدر الكبر اللي بغيتو الحجم اللي بغيتو نتوما كبار ما تبقاش شويه صغار. نبقاو مستمرين بحال هكا حتى نساليو كاع الخليط ديالنا. بيت العمارة ديال البسطيلات غادي ندخل دابا الفران نطلقو من بعد. وهنا كيما كتشوفو معانا هذا هو الشكل الأخير ديالهم كيخرجو من الفران. كنزينوهم على حسب الرغبة. أنا درت ليهم غير شوية الفرماج من الفوق، تقدر دير الكروفيت، شوية طرفة ديال الحامض، شوية الربيح، فرماج محكوك على حسب الرغبة. كل واحد كيزين الطريقه اللي كتعجبو. كما كتشوفوا ها هما الشكل ديالهم. كون عجبكم هذا الفيديو ولبسكم هذه الوصفه اللي قدمت لكم بسيطلات وان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش تدعمونا، ضغطوا على ديك البطونه الحمراء، عند الاشتراك، اشتركوا معنا، تفعلوا الجرس باش يوصل لكم ديما الجديد. و لا اللي ما فهمش حاجه ولا ما سمعهاش تعاليق ان شاء الله نجاوبوا فيها. وسمحوا لينا على الازعاج، كان شويه الازعاج مع الدراري. يقبلوا علينا قبل على موجود احنا انا بقى مبتدئه.